كرة توزيع بالراس في مرة أولى، اختير كرة لفريق الملعب التونسي في للشبكة، وهي الكرة الأخيرة وإلى التسديدة أخيرا كما جاءت لعب الملعب التونسي من حسام الحبيسي لعكس الهجمات من زملاء حسام الحبيسي اللاعب السابق للبنزرتي والسي اس اس. الحوار مع ايوب عياد يحافظ على الكرة حسام الحبيسي، حسام الحبيسي توزيعه حاولت التوغل والحكم يقول ما فهم شيء، الحكم يقول ما فهم شيء، وحسام الحباسي ينطلق في هجوم معاكس للملعب التونسي معه فرج القرماني، فرج القرماني يتعدى الحباسي. بن قدان خارج الميدان في الأثناء، كان أمامكم حسام الحباسي عنده برشة فنيات وعنده سرعة. القسم حسام الحباسي السريع، هذا اللاعب وحسام الحباسي كان بدأ العملية من الجهة اليمنى، لاعب خطير ومتميز ومهاري حسام الحباسي. يختار التوزيع إلى حسام الحباسي من الجهة اليسرى، حسام الحباسي السرعة لجناح الملعب التونسي، تبقى الكرة لصالح التوغل الأخير من حسام الحباسي، حسام الحباسي الرجل اليسرى بلالية مالك، فيكتور أباتا.